السلام عليكم. النهاردة هنشتغل على تاني مشروع لينا مع الانتل 8086 assembly، وفي المشروع ده يعني بنحاول نعمل odd و even separation، وكمان بنحاول نعمل sorting. البروبلم اللي انا بحاول احلها النهاردة ان انا عندي اليوزر المفروض يدخل لي شوية ارقام، شوية الارقام دولت كم رقم، يعني كم رقم ان ارقام. تمام، طيب ان دي ممكن تكون من اول واحد لحد 255، يعني هو ماكسيمم هيدخل لي 255 رقم. تمام، طيب الارقام اللي هو هيدخلها دي بقى كل رقم هيئته ايه؟ الارقام دي هتكون unsigned 8 بت. اوكي، يعني انا هاخد منه شويه انا مش عارف هما كام رقم اللي هيدخلهم لي، لكن انا عارف ان هما unsigned 8 بت، وعارف ان عددهم بالكتير خالص 255. تمام، بعد كده هبدأ بعد ما خدت الليسته بتاعت الارقام اللي هو مديها لي، هبدأ اعمل سيبريشن وافصل الاود احطه في حته لوحده والايفن احطه في حته لوحده. يعني انا هعمل برضو مصفوفه كده ارص فيها الاود ومصفوفه ارص فيها الايفنز، بحيث اكون فصلت القيم اللي هو دخلها لي ما بين اود وايفن. بعد ما عملت سيبريشن بين الاود والايفن، هروح على الاود نمبرز واعمل لها سورتنج بحيث احطها في اسندنج اوردر او ترتيب تصاعدي، واروح على الايفن نمبرز واعمل لها سورتنج بحيث يخليها في ديسندنج اوردر، يعني ترتيب تنازلي. وبعد كده هديسبلاي الاود والايفن اريز بعد ما عملت لهم سورتنج. طبعا زي ما احنا متعودين الانبوت والاوتبوت يعني عمليات ستريت فورورد او عمليات مباشره ما فيهاش كلام كتير، فاحنا مش هنتكلم فيها، هنتكلم فيها في جزء الكود ممكن، انما هنا في الجزء ده بنتكلم عن الابروتش والالجوريزمز والافكار اللي احنا محتاجينها عشان نبدا بقى نكتب الكود بتاعنا. فهنتكلم طبعا عن السيبريشن، وهنتكلم عن السورتنج ان اسندنج اوردر والسورتنج ان ديسندنج اوردر. موضوع الاود والايفن سيبريشن موضوع يعني سهل، ما فيهوش حاجات معقده. انت عندك هنا الان ديت هي الارقام اللي مدخلها اليوزر، هتلف عليهم كلهم. يعني مثلا هتبدا باي بتساوي 0 عشان تشاور هنا، وبعد كده هتبدا تزود لحد الاي ما بتساوي اللينث. طبعا اللينث اللي هو عدد العناصر اللي اليوزر مدخلها. تمام، اول ما توصل ان الاي بتساوي اللينث بتخرج. طيب انت بقى لسه ما وصلتش، بتعمل ايه؟ بتشوف الرقم، هل الرقم ده اود؟ لو اود بتبعته على الاود اراي وتخزنه فيها، لو ايفن بتبعته على الايفن اراي وتخزنه فيها. تمام، طيب انت هتعرف اود ولا ايفن ازاي؟ هتعمل الكونديشن ده، هتقول ان اي ان اي ده اللي هو ايا كان الرقم اللي انا بشاور عليه اندنج مع 1، الرقم انا متفق ان هو 8 بت. تمام، فانا اند مع 1، فانت بتشوف الليست سيجنيفيكانت بت اللي هي البت دي. تمام، البت دي لو بزيرو بيبقى رقم ايفن، لو بواحد بيبقى رقم اود. تمام، فده الكونديشن اللي بيخليني اعرف هو ايفن ولا اود. ففي حاله الايفن فانت هتخزن الرقم اللي هو ان اي تمام في المصفوفه اللي هي اي اللي هي بتمثل الايفن، يعني عند المكان كي. طبعا المكان بعد كده هتزود المكان كي، وبعد كده هتزود المكان اي. تمام، عشان اللي هتزود كي عشان تخزن بقى في المكان اللي بعده واللي بعده. طيب لو فردي بتاخد الان اي اللي هو الرقم اللي انت بتشاور عليه حاليا اللي هو طلع فردي، تمام، وتحطه في الاو جي، تحطه في المكان في الاو اللي بتشاور عليه الجي. تمام، بعد كده بتعمل انكريمنت للجي عشان خاطر لو حطيت مثلا هنا، المره الجايه تحط هنا، المره الجايه تحط هنا، نفس السيناريو اللي عملناه مع الايفن، بتنكريس الجي وبتنكريس الاي عشان برضو تاخد العنصر اللي بعده. وبتفضل بقى كتير في اللوب دي، تفضل تفرز مره تروح على الايفن ومره تروح على الاود. تمام، لحد ما توصل ان الاي بتساوي اللينث، فانت كده تكون لفيت على كل العناصر اللي اليوزر مدخلها. تمام، وتخرج من اللوب دي. تعالى مثلا ناخد المثال اللي معانا هنا ده، معانا اليوزر دخل لي 1 و4 و5 و2 و7. تمام، اللينث بتاع دول كام؟ اللينث بتاع دول 5. اوكي، فانت بادئ باي بزيرو، فانت الاي بتشاور هنا. بعد كده هنشوف الكونديشن اللي بيشوف هو فردي ولا زوجي، طبعا واضح هنا ان هو فردي. تمام، فهروح على المكان اللي هو الاو جي، طبعا الجي لسه بزيرو، فهسجل الواحد في اول خانه اللي هو هنا. تمام، وخلي الجي دي باتنين عشان لو جه رقم فردي تاني اسجله هنا. تمام، طيب بعد كده هينكريس الاي، يعني هشاور على الاربعه حاجه هنا، الاربعه زوجي، هنزل عند الاي كي، طبعا الكي لسه بزيرو ما زادتش، فهحط هنا الاربعه. تمام، وبعد كده ازود الكي عشان خاطر لو جه رقم زوجي تاني احطه بعد الاربعه، وهزود الاي عشان انا خدت الاي، فهتروح على الخمسه، الخمسه فردي فهحطها هنا، وازود الجي. تمام، وبعد كده ازود الاي، الاثنين زوجي فهحطها هنا، وازود الكي. تمام، بعد كده بزود الاي تاني، بروح على السبعه. تمام،
سبعة فردي، فهحطها هنا وازود الجي برضو. بعد كده في الحالة دي بتلاقي ان الاي بتساوي اللينث، تمام. الاي هنا كانت بتساوي زيرو، وعندك هنا واحد اتنين تلاتة اربعة، هنا بقت الاي بتساوي خمسة، تمام. وانت عندك اللينث خمسة، فبقت الاي بتساوي اللينث، فهتبقى يس وتخرج من العملية، ويبقى انت كده رتبت فصلتهم كويس. يعني هنا الاود اهو واحد وخمسة وسبعة، وهنا الايفن اربعة واتنين. طيب كده يكون فاضل معانا السورتنج، وسواء كان الموضوع ascending او descending يعني الكونسبت واحد والتغيير ما بينهم بسيط جدا جدا جدا. فتعالى الاول نتكلم عن الاسندنج مثلا، تمام. اول حاجة لازم تعرفها هو ان احنا هنستعمل البابل سورتنج الجوريزم، ودي ابسط الجوريزم ممكن تلاقيها للسورتنج، تمام. وفكرتها بسيطة جدا، فكرتها يعني جاية من اسمها. تخيل ان انت مثلا عندك ادي مية وفي فقاقيع كده تحت، تمام. فالفقاقيع دي عايزة تطلع فوق عشان ده مكانها الطبيعي، عشان هي أقل كثافة من جزيئات المية. فهي وهي عمالة تطلع، عمالة تزيح كده جزيئات مية لتحت وهي تطلع لفوق، تزيح جزيئات مية لتحت وهي تطلع لفوق، لحد ما تطلع في الآخر لمكانها الطبيعي فوق، تمام. فالبابل سورتينج نفس الفكرة برضو. انت مثلا لو انت عايز مثلا ترتب تصاعدي، تمام. فانت وهنا عندك رقم كبير مثلا الأربعة مثلا اهو، فالأربعة ده عايز ياخد مكانه الصحيح، عايز يزق كل الأرقام اللي هي أصغر منه يجيبها وراه، تمام، لحد هو ما ياخد مكانه الصحيح، وما يكونش فيه هنا غير أرقام أكبر منه، ويكون كل الأرقام الأصغر منه هنا. وده طبعا الوضع مع السبعة، ده الوضع مع الواحد، ده الوضع مع الاتنين. هي الفكرة بقى في البابل سورتينج كده، إن أنت كل رقم بيزق بيبدل مكانه مع اللي وراه، تمام، أو اللي قدامه، عشان ياخد مكانه الصحيح أو يبقى أقرب لمكانه الصحيح. برضو يعني عشان اشرح لك الكلام ده بمثال، معايا array فيها اربعة وواحد وسبعة واتنين، وعاوز ارتبهم in ascending order. فاول حاجة هعمل counter اسمه i، واقارن ما بين العنصر اللي عند i والعنصر اللي عند i plus one، تمام. طيب في الحالة دي العنصر اللي عند i اربعة، والعنصر اللي عند i plus one هو واحد، تمام. طيب انا عايز ارتب ascending، يعني الصغير يكون الاول والكبير يكون ورا، تمام. فانا هنا عندي الحاله دي معكوسه، عند الاربعه جاي الاول، فالكلام ده ما ينفعش. فالاربعه هتبدل مع الواحد، بعد كده هزود الاي، تمام. طبعا الاي دلوقتي ما بقتش بتشاور على الواحد، الاي دلوقتي بتشاور على الاربعه، عشان ده الشكل الجديد. طيب الاربعه والسبعه، هل الاربعه تعرف تزق السبعه او تبدل معاها؟ لا، السبعه اكبر منها، تمام. فالسبعه هتنزل زي ما هي. بعد كده هنزود الاي تاني، الاي بقت بتشاور على السبعة دلوقتي. طيب السبعة والاتنين، اكيد طبعا السبعة اكبر من الاتنين، فالسبعة هتبدل مع الاتنين، تمام. وادي الاربعة وادي الواحد، وبعد كده هزود الاي. طبعا الاي هتيجي هنا عند الاتنين هتقف، لان مفيش عنصر تاني تقارنه بيها بعد الاتنين، فدي بتبقى نهاية اول دورة، تمام. طيب واصبح عندي الرقم ده اللي انا طلعت بيه من اول دورة. بعد كده بريست الاي تاني بحيث انها تشاور على اول عنصر من اول وجديد. فهقول الواحد والاربعة، هل الواحد تعرف تزق الاربعة وتبدل معاها؟ لا، تمام. بعد كده الاي هتشاور على الاربعة، اربعة واتنين، هل الاربعة تعرف تزق الاتنين؟ ايوه، فهتيجي هنا الاتنين مكان الاربعة، والاربعة مكان الاتنين والسبعة. بعد كده الاي هتشاور على العنصر التالت اللي هو في الحالة دي الاربعة، هل الاربعة تقدر تزق السبعة؟ لا، هل السبعة آخر عنصر؟ سبعة آخر عنصر، فحرست وكده تبقى الدورة دي خلصت. وبعد كده رجع الآي هنا. طيب هل الواحد تعرف تزق الاتنين؟ لا. هل الاتنين تعرف تزق الأربعة؟ لا. هل الأربعة تعرف تزق السبعة؟ لا برضو. فهلاحظ هنا إن ما حصلش أي تغيير، يعني أنا لفيت لفة كاملة وما حصلش أي تغيير. الكلام ده معناه إيه بقى؟ لو ما حصلش أي تغيير معناها إن الحاجات خلاص بقت in order ومترتبة، وانا خلاص كده شغلي خلص. طيب انا في الكود اعرف ازاي ان شغلي خلص وان ان الارقام خلاص مترتبة؟ هتلاحظ انك هتلف لفة كاملة، تمام، وما عملتش ولا عملية تبديل، تمام. فانت بمعنى صح، انت لو كان عندك من الاول فلاج بتحط فيه حاطط فيه زيرو، تمام، ولو حصل عملية سواب تحوله لواحد، وفي اخر كل دورة تتشيك على الفلاج ده. لو انت عملت عملية سواب فهتلاقيه بواحد، تمام، فده معناه ان الارقام لسه مش في الاوردر بتاعها، فهترست الفلاج ده، تمام، وتعيد لف من تاني، وفي اخر كل دوره تتشك على الفلاج لحد ما تلاقي ان هو في دوره من الدورات الفلاج ده زيرو.
معناها ايه بقى في الحاله دي؟ معناها انك ما عملتش ولا عمليه سواب، لفيت لفه كامله وما بدلتش خالص ما بين اي عنصرين، فده معناه ان هما كده ان اوردر وكده مظبوطين. طيب تعالى ناخد كمان مثال عشان نتاكد ان احنا كفينا الحته دي. عندي 10 و5 و2 و4 و8، تمام، وعايز برضه احطهم في ascending order. تعالى بقى نعمل الفلاج اللي احنا اتفقنا عليه في المره اللي فاتت، تمام، هنحطه اول مره كده ايه بزيرو، والاي برضو هنعملها initialization بزيرو، بس مش هنكتب بقى الاي المره دي، احنا يعني متخيلين. اول دوره طبعا هتبدا، هقارن ما بين ال10 وال5. ال10 طبعا يعني اتقل، تخيل انها اتقل من الخمسه، فهي هتحرك الخمسه، تمام، وتاخد مكانها، وادي الاتنين وادي الاربعه وادي التمانية. طيب بعد كده عندك ال10 وال2، برضو ال10 اتقل من الاتنين، فادي الاتنين وادي ال10 وادي الاربعه وادي التمانية، طبعا هنا الخمسه. وبعد كده عندك ال10 وال4، ال10 برضو اتقل من الاربعه، هو واضح ان ال10 هتحركهم كلهم يعني. بعد كده عندك ال10 وال8، هتحرك ال8 وهتاخد مكانها. طبعا انا في اي عمليه من دولت كان المفروض شلت الزيرو وحطيت واحد، بما ان انا عملت، انا مثلا عملت بين الخمسه وال10 عملت بينهم تبديل، فكانت دي ب1، ومع كل عمليه تبديل بحط 1 هنا، بس انا اوريدي يعني مش هشيل 1 واحط 1، هي 1 خلاص، هي 1 تمام. وبتبقى الدوره دي خلصت، تمام، هنا ننزل الارقام، هنا 4، هنا 2، هنا 5. طيب في اخر الدوره واضح لي ان انا طبعا عملت عمليه تبديل، بس يعني تعالى بقى ككمبيوتر خدني على قد عقلي، فعشان تعرف انا عملت عمليه تبديل ولا لا هبص على الفلاج، هل هو بواحد؟ اه بواحد، فده معناه ان انا عملت عمليه تبديل، فمحتاج الف تاني، تمام، فهشيل الواحد دي واحط زيرو كاني بعمل ريسيت يعني، وابدا من تاني. عندك الخمسه والاتنين، الخمسه اتقل، فالخمسه اتحرك الاتنين، تمام، وادي التمانية وادي العشرة. بعد كده عندك الخمسة والأربعة، برضو الخمسة أتقل من الأربعة، فتحرك الأربعة وادي التمانية وادي العشرة، تمام. بعد كده الخمسة والتمانية، لا الخمسة مش أتقل، التمانية والعشرة، التمانية مش أتقل، فكده الدورة دي بالنسبة لي خلصت، وانزل الأرقام بتاعتي، تمام، وانا عملت عملية سواب، اه انا عملت عملية بين الخمسة والاتنين، فالفلاج ده كان بواحد برضو، تمام. ففي اخر الدوره دي بتشيك على الفلاج، هل الفلاج بواحد؟ اه بواحد، فده معناه ان انا عملت عمليه تبديل، معناها ان انا لسه ما خلصتش، فشيل الواحد وحط زيرو كانك برضو بتعمل له ريسيت، تمام. فعندك الاتنين والاربعه، هل الاتنين تبدل مع الاربعه؟ لا، تمام. عندك الاربعه والخمسه، هل الاربعه تبدل؟ الخمسه والتمانية ما يبدلوش برضو، التمانية والعشره ما فيش حاجه تبدل، تمام، فده معناه ان انا ما عملتش ولا عملية تبديل، والسيريز هنا هي نفس السيريز هنا، تمام، فالفلاج ده فضل زيرو، فالدورة دي خلصت معايا، وانا بتشيك على الفلاج لقيت ان الفلاج بزيرو، فده خلاص، ده بالنسبة لي ده يوم المنى، فالحمد لله انا كده خلصت، تمام، فخلاص باكزت بقى اللوب دي، واكون كده ايه خلصت العملية بتاعتي. تعال بقى نبدأ نشوف الفلوت شارت هيكون عامل ازاي بالنسبة للاسندنج اوردر، واتمنى ان الفلوت شارت بعد المثالين اللي احنا شرحناهم دولت يكون مدي معنى يعني، ما يكونش غامض. زي ما احنا شايفين مع بعض، ده الفلوت شارت الخاص بالاسندنج سورتنج بتاع الاود نمبرز. طبعا انا بستعمل الرمز او عشان ارمز للسيريز او الاراي اللي موجود فيها الاود نمبرز، تمام. بنبدا بدايتنا مع الفلاج، قلنا ان الفلاج ده بيمثل لو انا عملت عمليات تبديل ولا لا، بيبداوا بزيرو، وابدا الاي اللي هو الاندكس بتاعي بزيرو، والجي هنا بيمثل نهايه الدوره الواحده او نهايه العناصر، يعني انا بقعد اقارن كل عنصرين ببعض لحد ما اوصل اخر عنصرين، فالجي دي بتمثل الرقم اللي هو في الاخر ده، تمام. طبعا اللينس هنا بتمثل اللينس بتاعه الاود اري، بتكون بدايه التنفيذ معايا ان انا اقارن ما بين الاو اي والاو اي بلس 1. طبعا الـ OI هو العنصر اللي عند المكان I في السيريز اللي هي بتاعت الـ Odd Numbers، تمام؟ والـ OI بلس 1 ده العنصر اللي وراه. بشوف لو الـ OI اللي هو جاي الأول أكبر من الـ OI بلس 1 اللي هو جاي بعديه، فده معناه إن أنا محتاج أبدل ما بينهم، لأن أنا برتب تصاعدي، فأنا عايز الصغير الأول، تمام؟ فهسلك المسار ده، هبدل ما بينهم، وبعد كده أعمل الفلاج بتاع التبديل أعمله بواحد عشان أنا عملت عملية تبديل، تمام. وبعد كده ارجع اشوف اذا كنت وصلت اخر عنصر في الدورة دي ولا لا،
طبعا يعني في الاول كده مش هكون وصلت، فهتطلع نو، فهكمل هانكريس اي عشان اكام عشان اقارن العنصرين اللي وراهم، تمام؟ فاقارن العنصرين اللي وراهم واشوف اذا كانوا محتاجين تبديل ببدل، مش محتاجين تبديل ما ببدلش. المهم بفضل في الدورة دي لحد ما الف على كل العناصر اللي موجودة في او، تمام؟ طبعا بقى لما الاي بتساوي الجي ده معناه ان انا خلصت اول دورة، واحنا اتفقنا ان انا بعد ما بخلص اول دورة بتشيك على الفلاج، لو الفلاج بزيرو معناها ان انا ما عملتش اي عمليات تبديل، ومعناها ان السيريز مترتبة خلاص كده وانا ممكن اطلع. لو عملت عمليات تبديل الفلاج هيكون بون، عشان انا هنا عملت له اهو ست بون، تمام؟ فهتطلع معايا نو، فانا هرجع تاني كده عشان اعيد من الاول، بعمل ريسيت للاي وبعمل ريسيت للفلاج، وابدا ادخل الدورة الصغيرة دي من تاني، وابدا اقعد الف على كل العناصر اتنين اتنين كده ورا بعض، تمام؟ واقارن واعمل تبديل او ما اعملش، تمام؟ لحد برضو الدورة دي ما تخلص، ولحد ما ارتبهم كلهم وما اكونش محتاج ان انا اعمل ولا عملية سواب، فبالتالي الفلاج عمره ما هيكون بواحد، هنزل هنا الفلاج هيكون بزيرو، هطلع منها هتبقى بيس. ممكن ناخد برضو مثال، هنبدأ المثال ده بان الاو بتساوي 3 و5 و1 و7، تمام؟ فطبعا الطول بتاعها هيكون ب4، فالجي هتكون ب2 والاي ب0 والفلاج ب0. هنبدأ عند الاو اي يعني عند التلاتة، واقول هل التلاتة اكبر من الاو اي بلس 1 اللي هي الخمسة؟ هل التلاتة اكبر من الخمسة؟ فهتبقى نو، تمام؟ فهل الاي بتساوي الجي؟ الاي ب0 والجي ب2، فهتبقى نو برضو، فهينكريس الاي، تمام؟ فالاي بقت ب1، تمام؟ فالاو اوف 1 يعني الخمسة، هل هي اكبر من الاو اوف 2 اللي هي الواحد؟ فهتبقى يس، فهبدل ما بينهم، فدي هتبقى 3 1 5 7، والفلاج هيكون بواحد، تمام؟ وبعد كده هبدأ أسأل هل الاي بتساوي الجي؟ لا، الاي بواحد، الجي باتنين، هتبقى نو، فهينكريس الاي، تمام؟ وابدأ اقول له هل الخمسة اكبر من السبعة؟ الاجابة هتكون نو، فهسأله هل الاي بتساوي الجي؟ طبعا الاي دلوقتي بتساوي 2 والجي بتساوي 2 برضو، تمام؟ فهتبقى يس. بعد كده هسأله عن الفلاج، هل الفلاج بتساوي 0؟ لا طبعا الفلاج مش بتساوي 0 لان احنا عملنا عملية تبديل هنا، فخلينا الفلاج ب1، فالفلاج مش هيبقى ب0، تمام؟ فهتبقى نو. فهروح على الاي اخليها ترجع تاني عند البداية، تمام؟ والفلاج اخليه برضو ب0، وابدأ أسأل هل الاو اي اكبر من الاو اي بلس 1، يعني هل التلاتة اكبر من الواحد؟ فهتبقى الاجابة ايوه، فهبدل ما بينهم، تمام؟ واعمل الفلاج ب1، وبعد كده أسأل هل الاي بتساوي الجي؟ طبعا الاي ب0، الجي ب2، نو، انكريس الاي، تبقى التلاتة والخمسة هتبقى نو، فالاي كانت بواحد، الواحد بتساوي الاثنين، لا، هانكريس هتبقى الخمسة والسبعة، تمام؟ هتبقى نو، هتبقى الاي بتساوي 2 والجي بتساوي 2، فهيبقى يس. طبعا انا عملت عملية تبديل واحدة اللي هي كانت التلاتة والواحد، فالفلاج كان بون، فهتبقى هنا نو، هروح على نو، هيريست الاي وهيريست الفلاج من الاول، وبعد كده هيبدأ يسألني، طبعا الدورة دي كده خلصت، تمام؟ هيبدأ يسألني هل الواحد اكبر من التلاتة؟ نو، حلف. هل التلاتة اكبر من الخمسة؟ نو، حلف. هل الخمسة اكبر من السبعة؟ نو، حلف، تمام؟ فهيبقى الدورة دي هتخلص، هطلع منها هسأل هل الفلاج بزيرو؟ الفلاج هيبقى ايوه بزيرو، لان انا ما عملتش ولا عملية تبديل، فالفلاج زي ما هو داخل كان داخل بزيرو، فضل بزيرو، تمام؟ فهطلع منها هتبقى يس، وهيبقى هو ده الناتج بتاعي، او هي دي الاو بعد الترتيب زي ما انتم ملاحظين، مترتبة معانا 1 3 5 7، مترتبة ascending زي ما انا عايزها بالظبط. كده بقالنا ان احنا نتكلم عن ال descending sorting بتاع ال even numbers، تمام؟ فالموضوع زي ما قلت لكم في الاول ان الكونسبت واحد والتغييرات بسيطة جدا، لدرجة ان انا يعني هعمل معاكم التغييرات دلوقتي. اول حاجة احنا مش ascending، احنا descending، تمام؟ والاود احنا مش اود، احنا even. طيب فاحنا غيرنا تغييرين هنا اهو، التغييرين دولت هيتحولوا لتغييرين هنا، تمام؟ اول حاجه بدل ما انا بعمل اكسس على الاو هعمل اكسس على الاي. في الحاله دي الاي بتمثل السيريز او الاري اللي متخزن فيها الايفن نمبرز، تمام؟ فهتبقى هنا اي، ونشوف كده لو معانا او تاني، مفيش. وهنا طبعا اللين هتكون بتمثل طول الاي مش طول الاو، اوكي؟ طيب وبدل ما انا بعمل العلامه دي
هعودها اخليها الناحية التانية هتبقى كده، تمام؟ ف يعني بمعنى صح، كل التغيير حصل هنا بس في الحتة دي، بالشكل اللي يخليها زي ما هوريكو كده دلوقتي، عشان التغيير بسيط جدا. هتبقى اي اي، والعلامة هيبقى وشها كده، ودي هتبقى اي اي بلس 1، تمام؟ ولو جربت بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها مع الـ مع الاسندنج على الاود نمبرز، اعملها مع الديسندنج في الايفن نمبرز، هتلاقيها ان شاء الله ايه، كلها فاليد وكلها شغالة. وانا هسيبك بقى تكتشف يعني، جرب انت المواضيع دي زي انا ما جربتها. فبس ده التعديل الوحيد اللي يخلينا قادرين ان احنا نعمل descending sorting for even numbers. فكده يكون انتهى الجزء بتاع الالجوريزمز والابروتش بتاع التاسك ده او البروبلم دي. وان شاء الله نشوفكم في جزء الكود، وكونوا دايما بخير. السلام عليكم.